ألا يوجد علاج يشفيني بسرعة؟ إلى متى سأبقى مستلقيا هكذا دون حراك؟ العلاج الأمثل في وضعك الحالي هو الصبر. مكان عدوك معروف، فلما العجلة؟ لدي حساب معه مؤجل منذ سنين. ماذا؟ كيكاومينوس هو قاتل أمي. عرفته من أثر جرح أصبته به. ولماذا تركني والداي في يد البيزنطيين؟ لما لم يحاولا إنقاذي؟ كيكاومينوس قتل أمك. وماذا عن أبي؟ على قيد الحياة، لكنه يظنك ميتة. هيا ودعي ابنتك، سوف أسميها باسمك وسوف أربيها كبيزنطية حقيقية عدوة للأتراك. ولن تحظى روحك بالطمأنينة أبدا. منذ سنين أبحث عن أثر الجرح في وجهي كل عدو أقاتله، وفي النهاية وجدته. هل يعلم والدك هذا؟ لا يعلم. إن علم أبي أو أتابك فسيتسبب ذلك بفوضى كبيرة، وصحة أبي ليست بأفضل حال. أما أتابك، إن علم أن كيكاومينوس هو من ترك ابنته وزوجته لتحترقا في خيمتهما، لا يا سيدي توقف. سيثور حتما مثلك الآن. كل نفس يأخذه حرام عليه ودمه حلال لي. استعد قوتك وعافيتك واقضي على كيكاومينوس وحرر فاسبوراكان أيضاً.